نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم من ارض الملعب. اتفضلي هنا. برحب بيك كابتن هيثم وبضيوفك الكرام، مليون مبروك للنادي الاهلي فتيات الذهب، هم ابطال كاس مصر وتحقيق ثنائيه هذا الموسم. طبعا كانت مباراه كبيره جدا، ومعي في هذه اللحظات كابتانو كابتن نهله سامح. في البدايه طبعا الف مبروك، مباراه كبيره مباراه صعبه، لكن انتوا كنتوا قدها. الحمد لله. طبعا ماتشات الكاس دايما بتكون صعبه، يمكن ده واحنا كنا حاسمين من بدري، كنا بنلعب مستريحين شويه. ماتش الكاس فريق الصيد فريق محترم جدا، كلهم شابات ادوا بشكل كويس جدا النهارده. الماتش كان بيروح ويجي في الجيم الخامس، بس الحمد لله قدرنا نحسمه بخبطنا. يعني زي ما انت بتقولي المباراه كانت صعبه، الماتش بيروح ويجي كل بوينت لبوينت، ازاي قدرتوا تتعاملوا مع الموضوع ده نفسيا؟ اكيد توتر كبير، مباراه نهائيه مباراه كاس. طبعا يمكن هو ده اللي فرق في الاخر، ان فريق الصيد معظمهم شابات، عندنا الحمد لله في خبرات كتير في الملعب قدرت تحسم الماتش لينا. مليون مبروك مره ثانيه يا كابتن. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائي مع الكابتن وكابتن نهله سامح. طبعا التغطيه مستمره وحصريه على قناه النادي الاهلي. عوده ليك مره اخرى في الاستوديو هنا ابو القاسم، مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا.